ما رأي سماحتكم في رجل استعمل الرقية ولم يرى أنها تنفعه فيؤول إلى السحر ويقول إنه لا يضر ذلك ما دام أنه لا يسبب شيئا من المشاكل؟ مثل ما تقدم مثل ما سمعت السحر منكر وكفر، وإذا كان ما نفعت في القراءة فقد الطب على البال ما ينفع، حتى الطب نفسه الذي هو معروف عند الأطباء ما كل علاج ينفع ويحصل به المقصود، قد يؤجر الله الشفاء إلى مدة طويلة وقد يموت الإنسان بهذا المرض، ليس من شرط العلاج أن يشفى الإنسان، فليس العذر إذا عالج عند الإنسان بقراءة يقول أروح السحرة، لا، يعالج عند ثاني مثل ما عالج عند طبيب ثاني، يقرأ في يديه عند النوم ويقول الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، كان إذا مسه مرض قرأ في يديه ويقول الله عنه ثلاث مرات ثم يمسح بهما على ما أقبل من جسده من وجهه وصدغيه وصدره، هكذا أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، فلما مرض وعجز عن ذلك صارت تقرأ في يديه هي وتمسح بهما على وجهه وصدره عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن هذا علاج يقرأ في يديه أو يطلب من بعض إخوانه يقرأون عليه لا بأس، وإذا قرأ هو يكون أنفع، يقرأ في يديه الفاتحة وهو الله أحد المعوذتين آية الكرسي يقرأ ويمسح ولو ألف مرة ولو ألاف الحمد لله لا ييأس، يقرأ ويسأل ربه العافية الشفاء والعافية. نعم اسمك ريال من قيدنا فان ربنا الله من الجميع. سبق أن أخبرت بشأن الساحر الموجود في منطقة القنفذة في بلدة الجبيل وإلى ذلك هذا الرجل يعمل عمله الخبيث الإيه؟ الحبيل الحبيل الخبيث، وبعدما طلع من السجن الآن يتحدى ويقول الكتب التي أخذت مني أحفظها عن ظهر قلب أو عن غيب، وهو رجل كبير السن يبلغ من العمر 80 عام، قد سبق من سماحة الشيخ بن باز بقوله بأنه أقدم حتى يحصل العثور عليه، ومتى وهذا الرجل لم ينتهي بل يتحدى كل شيء الآن، نحن والله مغلوبين منه ونرجو من الله ثم من سماحته المساعدة في الحبيل جسمه في القنفذة ببلدة الحبيل القنفذة بلدة الحبيل اللي يعرف يبدا البيت حتى نسميه باسمه اللي يعرف تعرف يا محمد نعم الحبيل معروف اذا تعرف الرجل الرجل ما اعرفه ان كان سماه انا اعرفه ولا ما اعرفه اللي كتب هذا اذا كان يعرف يجي يمنا يسمي الرجل سمي حتى نكتب القاضي نعم من هو الرجل معروف الرجل الرجل معروف زيد بن عبد الذي يكون اسمه زيد بن عبد الرجل معروف زيد بن عبد الذي يكون اسمه زيد بن عبد وهو معروف زيد بن ايه معروف محل معروف نعم علمنا الشيخ محمد بن فيه ان شاء الله اذا كنا في يوم السبت بارك الله فيك اللهم امين.